ردود الأفعال تجاه قتل العناصر الخارجة عن القانون لجنديين في الأمن بنقطة مفرق السد جنوبي مأرب مستمرة بعد أسبوعين من وقوعها. وبينما حاول محسوبون على المؤتمر الشعبي توجيه حملات إعلامية شرسة ضد الحملة الأمنية، أصدر حزب المؤتمر في المحافظة بيانا جديدا اعتبر فيه حادثة قتل الجنديين برصاص عناصر خارجة عن القانون من آل الأمير امتدادا للانقلاب ومشاريعه التخريبية وسعيا لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. بيان المؤتمر سبقه أيضا تصريحات من محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة المنتمي لنفس الحزب عن صرامة الدولة في تعاملها مع العناصر الانقلابية بكافة وجوهها وأشكالها. أؤكد من خلال الحكومة أن الدولة لا تستهدف قبيلة بعينها ولا أسرة بعينها أبدا، ولا يمكن أن يحصل هذا في ظل وجود الدولة والشرعية. المستهدف فقط هو من يقوض الأمن والاستقرار، المستهدف فقط هو من يقتل، من يقتل البريء. وحظيت حملة أمنية استمرت أسبوعا ضد عناصر حوثية في مأرب القديمة بتأييد شعبي ورسمي كبير، وحققت أهدافها المطلوبة بالسيطرة على أوكار العناصر الخارجة عن القانون.